التخلية وتحلية، التخلية وسلم، التحلية وصلى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أي زائدا. ثم قال: أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد فأقول. طيب، نراجع هنا هذا الأمر الذي أخذناه، ثم بعد هذا نبدأ بالقسم الثاني هنا في المقدمة. فتح الله عليك. البسملة، لماذا يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالبسملة؟ نعم، اقتداء بالكتاب العزيز وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبالسلف، وتم وتبرك بدأ بسم الله واستئناسا بحديث. فتح الله عليك. الله. نعم، أسماء الله مشتقة لا جامدة، ولذلك الدهر ليس من أسماء الله، الاسم جامد وأسماء الله مشتقة. فالله هو مشتق من الإله أي المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وقيل اسم الله الأعظم لم يسمى أحد بهذا الاسم، نرجع لكل الأسماء إلا في النادر لا تحذف الألف واللام عند النداء. فتح الله عليك. الرحمن الرحيم. نعم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة. الحمد، لماذا يبدأ العلماء بالحمدلة بعد البسملة؟ نعم، الأول اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، إن الحمد لله نحمد ونستعين. نعم، يحمد العلماء رحمهم الله تعالى، يحمدون الله في أول المؤلفات على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى أنزلهم في هذه المنزلة، وهي منزلة ورثة الأنبياء. ويحمدون في آخر الكتب على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى أتم عليهم النعمة بإتمام الكتاب. طيب، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. من يعرف لي الحمد؟ نعم، الحمد وصف أو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، محبة وتعظيم، مألوه معبود محبة وتعظيما، تذلل لله فعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، لأن السائر إلى الله لا بد أن يجمع في السائر إلى الله بين الخوف والرجاء. هل يصح أن نعرف الحمد بالثناء؟ قلنا لا، إلا أن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء، والدليل حمدني عبدي ثم قال سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. الحمد لله، اللام لله هنا للاستحقاق والاختصاص، لله لا لغير. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي رسول؟ نعم، جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله بالهدى ودين الحق، لكن تقدم معنا في كتاب التوحيد أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فتح الله عليه. الذي أرسل رسوله بالهدى، نعم بالهدى، هنا هل الهداية إما هداية الدلالة والشعر أو هداية التوفيق؟ فتح الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله سبحانه وتعالى له الهداية في آية،
في آية أخرى نفى عنه الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق. أما هداية الدلال الأرشاد فهو عليه الصلاة والسلام يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم دلالة الأرشاد، وكذلك اتبع النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. أما هداية التوفيق لا أملكها إلا الله. هل هو هدى أو جاء ومع الهدى؟ قلنا صح الجمع بينهما، بالهدى ودين الحق. الدين هنا قلنا الدين إما أن يطلق، نعم، على الجزاء أو على العمل. إن الدين عند الله الإسلام العمل، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. الحق ضد الحق الباطل، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهو حق ليظهره. اللام هنا للتعليل، والهاء تعود على من؟ على الدين أو على الرسول؟ على الدين والرسول عليه الصلاة والسلام، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، أي أن الله سبحانه وتعالى شهد على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام شهادة قولية وتقريرية. ثم نعم قال وأشهد، أشهد قلنا نعم أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي وأتيان بالشروط الثمانية، شروط لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا معبود بحق إلا الله. فكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله، مثبتا عباد الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد رسول. قلنا لابد أن نجمع في وصفنا للنبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة. عبد قلنا رد على طائفتين، على أهل البدع، على أهل البدع، وعلى لأنه عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. الثاني وعلى الذين يعبدونه، على الذين يصرفون النبي عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في الأصول الثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، نبئ بأقرأ وأرسل بمدثر، وذكرنا مقتضى شهادة أن محمد عبد ورسول، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله عليه. الصلاة من الله، فيها أقوال العلماء، من أحسن ما قيل في الصلاة من الله، ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه بالصلاة قلنا جلب خيرات، وبالسلامة دفع آفات، فنجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين التخلي والتحلي. وهذا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لأنه لا يقال السلام على الله. صلى الله عليه وعلى آله، الآل هنا يرد به الأتباع على دين، على دين. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، من أتباع الدين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا عزاء. أما بعد، يعني مهما يكون من شيء بعد فأقول نعم. من يكمل لنا؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما بعد، فهذا اعتقاد الشيخ، فهذا اختلف العلماء كيف يقول هذا والكتاب لم يكتب. هذا اسم إشارة يشير إلى ماذا؟ إلى شيء غير موجود،
هو عندما كتب المقدمة. الكتاب موجود؟ لا. فلماذا يقول هذا هو غير موجود؟ يعني هذا الذي تركب هنا في ذهن شيخ الإسلام كأنه يشير إلى ما تركب في ذهنه. هذا قول. القول الثاني أنه كتب الكتاب ثم بعد هذا كتب المقدمة وقال هذا الذي كتب. أو هذا باعتبار حال القارئ لأنه هو يعلق لك أصلا. نعم. طيب فهذا اعتقاد أن تعقد عقد مع الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عندما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تعقد عقد مع الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا اعتقاد. اعتقاد من؟ اعتقاد الفرقة. الفرقة أي الطائفة. الناجية من ماذا؟ ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا منه. ناجية في الدنيا من البدع والخرافات، وناجية في الآخرة من العذاب. والفرقة هي الطائفة. الطائفة قد تكون هذه الطائفة في زمن قليلة وفي زمن كثيرة، لكن باعتبار الفرق الضالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فالعبرة والضابط ليس بالقلة والكثرة، لكن بما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة في رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم. اعتقاد المنصورة. من ينصرها؟ ينصرها الله سبحانه وتعالى. نعم. واحدة. المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث، أي إلى قيام الساعة على ما ورد في الحديث، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يعني إلى قرب قيام الساعة. ثم قال أهل السنة. لماذا سموا بهذا الاسم بأهل السنة؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. والجماعة أي اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة لابد فيه من عمل السنة. قلنا أهل السنة نسبوا إلى السنة لأنهم تمسكوا بها ظاهرا وباطنا، والجماعة اجتمعوا ولم يتفرقوا. نعم. وهو الإيمان. الإيمان لغة الإقرار والتصديق. وشرعا لابد في تعريف الإيمان أن نذكر أمور خمسة، ولو اختل شيء من هذه الأمور الخمسة هذا ليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، أي عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أركان الإيمان ستة. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك الإيمان بوجود الله. سيأتي ويقول ومن الإيمان بالله
من هذه التبعيضية. ذكرنا هنا في الإيمان بالله كم شيء، أشياء أربعة، منها توحيد الأسماء والصفات. فهو سوف يأتي بهذا التوحيد بعد أن يذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة، نؤمن أنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بكل الملائكة إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم. نؤمن بأنهم عالم غيبي لا نراهم، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة إجمالا وبما علمنا الله من أسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وصفاتهم، لا يعصون الله ما أمرهم مثلا، وأعمالهم جبريل موكل بالوحي عليه السلام، ملك الموت رب أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بها إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمنا عليه. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاد. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والآيات التي أتم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا، وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام.